ملك الجواهر وقال: لقد أسرى بي الأجل وطول مسيرة ملل، وطول مسيرة من دون غاي مطمح خجل. أقول وربما قول يدل به ويبتهل، ألا هل ترجع الأحلام ما كحلت به المقل؟ وهل ينجاب عن عيني ليل مطبق أزل؟ كأن نجومه الأحجار في الشطرنج تنتقل، يساقط بعضها بعضا فما تنفك تقتتل. ألا هل قاطع يصل لما عيت به الرسل؟ ويا أحبابي الأغنيين، من قطعوا ومن وصلوا؟ ومن هم نخبة اللذات عندي حين تنتخلوا؟ هم إذ كل من صافيت مذخور ومنتحل، سلام كله قبل كأن صميمها شعل. وشوق من غريب الدار أعيت دونه السبل، مقيم حيث يضطرب المنى والسعي والفشل. وحين يعارك البلوى فتلويه ويعتدل، وحيث جبينه يبس وحيث جنانه خضل. وإذ نضبت أفاويق الصبا فهباتها وشل، سلام من أخي دنف تناهت عنده العلل. وحيد غير ما شجن بلوح الصدر يعتمل، وذكرى مرة حليت بها أيامنا الأول. وحيد بالذي غنى وساق يضرب المثل، وفيما قال من حسن وسيء يكثر الجدل. سلاما أيها الثاوون، إني مزمع عجل. سلاما أيها الخالون، إن هواكم شغل. سلاما أيها الندماء، إني شارب ثمل. سلاما أيها الأحباب، إن محبة أمل.